يلا يبقى خلوا البروتو بقى عندنا ارتري اسمه انتيريور تراكوستال ارتري اللي هو اسمه مولات اوستيل اللي كان اخر في اخر محاضره اللي فاتت صافي كنا بنقول في كل سبيس في اثنين انتيريور واحد مولات اوستيل فاكرين حاجه زي كده؟ انا وياك الناس بتعرف تسمع لما تقدر ايوه ربنا يخليك لو قفلنا كده يا ولاد سألتكم سؤال أول واحدة انتوا أنا قرار كويسين يا ولاد بص معايا الراجل ده الناس بتسمع كويس لو كده قدامه كده ورا يبقى ده انتركوستال سبيس. الناس بتسمعني كويس. لو ده بره وده طلع تاني الارض اللي جاي من ورا الامين واللي جاي من قدام دوبامين بقى لو عملت ده. من ورا اسمه اولاد اوستيرو واللي جاي من قدام اسمه اولاد انتيرو ابر انتيرو واللي هو اولاد انتيرو. اللي ذاكر او قرا البوستيريور انتركوستال ارت بيجي من ورا لقدام يتقابل الابر انتيرو طب ليه كل لاترال برانش يتقابل فيه اولاد لور انتيرو يبقى كل انتركوستال سبيس في كام ارتري ثلاثه اثنين انتيرو واحد اولاد بوستيرو اثنين على الكلام اللي هو اللي فات الانتيرو انتركوستال ارت بتطلع منين بقى؟ اي المحاضره اللي فاتت يعرف ايه؟ الانتركوستال سبيسز انكمبليت من قدام عندك كم انتركوستال سبيس من قدام؟ تسعه لو حد فينا فاكر كان الفيرست ليب والسكند والسيرف الريتم العادي 10 يقدم في مين يا ولاد؟ في 9 13 و12 كانوا عاينين فقلنا يبقى الانتركوستال سبيس نمره 10 وانتركوستال سبيس نمره 11 والسبكوستال كاملين لقدام ولا مش كاملين لقدام؟ مش كاملين ولا مش كاملين؟ مش كاملين ما؟ مش كاملين كاملين مش ايوه كده مش من غير كاملين دي صراحه يعني طيب يبقى ده معناه ان هلاقي انتيرو انتركوستال ارتس في انهي سبيس بقى لو معاك كده من واحد لغايه كام؟ تسعه محط استرحام لو جيت سالت سؤال لغايه ما قلنا كده مع بعض اللي عندنا دي لو عقدت السيرفر بتاعت اي واحد فينا يبقى دي السيرفر هل كان في عندنا ريب يا اولاد الفيرست والسكند والسيرف والفورث والفيفث والسيكست والسيفنت التاني بيرجع في التاسع في السابع وكده وكده من انتركوستال سبيس لما خدت في الترم الاولاني البريست سيرفر ارت اللي ماشي جوه اسمه انترنال ميموري ارت بيدي برانش في السبلاي ميديال بارت بيرفوريتنج الجلد انا فاهم بالحاله دي يبقى انا عندي ارتري جاي من السبكليديان السبكليديان ارت موجود هنا جدا السبكليديان متقسم لثلاث ارت اللي الارت من السموت ارانت السكيل كان في سيرفر سيرفايكر ترانك فالناس بيعوضيه ده برانش تاني البرانش التاني ده اسمه انترنال ميموري بيسموه احيانا انترنال سيرفر يطلع من الفيرست بارت بتاع السبكليديان يخش يمشي ورا الدرو ورا الانتركوستال سبيس لغايه ما يوصل لسادس انتركوستال سبيس هنا طبعا ده السبيس الاولاني يبقى ده الثاني يبقى ده الثالث يبقى الرابع الخامس السادس وهنا يوصل لهنا لسه في كام برانش اثنين واحد يروح لبطني اسمه سوبيريور ايلي جاستري واحد يمشي جنب كوستال بارت اسمه اولاد ماسكولوفريني اسمه اولاد ماسكولوفريني كلمة مسكل وجاي من كلمة مصل وفريم جاي من كلمة دايفرام دي حاجة وهنتكلم في الكلام ده النهارده كتير إن شاء الله. تاني مهم الأرضي هو لازم من كل تحت. بتسحب لكام برانش؟ اثنين. سوبيريور إليجستريك وماسكروفين. السوبيريور إليجستريك كل ما يعدي على سبيس من واحد لستة لغاية ما ينتهي يدي أنتيرو انتركوستال أرتريس. كل سبيس بيدينا إيه يا ولاد؟ أنتيرو انتركوستال أرتريس، أنتيرو انتركوستال أرتريس، أنتيرو انتركوستال أرتريس. عددهم كام في كل سبيس لو كده اثنين يبقى كل سبيس ماشي اثنين انتيريور انتركوستال ارت برانش من انهي ارتري انترنال طب انترنال خلص في السادس بعد كده اتقسم لاثنين سوبيريور بيجاستريك وماستروفرين ماستروفرين يبقى ماشي جنب كوستال مارجن كوستال مارجن معمول ازاي؟ قالوا سبع كوستال راكب فيه الدام راكب فيه التاسع راكب فيه العاشر عاملين مارجن كده يمشي جنبهم الارت اللي اسمه ماستروفرين ويبقى الماسكروفينيك هو ماشي يدي الانتيريور انتركوستال ارت بتاع السبيس السابع والثامن والتاسع يبقى اسال سؤال
الانتيريور تو كوستال ارت موجوده في كل السبيس ولا في سبيس ما فيهاش؟ قالوا في سبيس ما فيهاش اللي هم اخر اثنين عشان شايفين لقدام. طب جايين منين الانتيريور تو كوستال ارتري؟ لو واحد لسته يبقى انترنال ميموري ارتري. طب والسابع والثامن والتاسع ماسكروفريك؟ اسئله من الفيلنز ابلاجز في السبب السيلف اسيتمنت اجابته كده. الانتيريور تو كوستال ارتري ارايزز فروم فراغ اند فراغ. ماشي كام ده بقى؟ يبقى جايين منين الانتيريور تو كوستال ارتري انترنال ميموري وماسكروفريك؟ البسيط تو كوستال ارتري بقى. ما عدا اول واحد واثنين بيطلعوا حاجه اسمها ديسندنج اورتا، اسمه ليه؟ ديسندنج اورتا. الناس المركزه قوي 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 كلنا عندنا في صدرنا القلب. بيطلع منه شريان صاعد اسمه اسندنج اورتا. الجنب يبقى ار، يندي يبقى اسمه ديسندنج. الديسندنج ده بيبقى ماشي ورا على الليفت سايد من العمود الفقري. وينزل من فوق لتحت ويعدي في الحجاب الحاجة بيخش القلب بيبقى اسمه ابدومينال اورتا. يبقى لو قلت اللي انت اسمه ديستندنج او كلمه قلتش. يبقى كلنا عندنا قلبنا في صدرنا. بيطلع منه اسندنج اورت. يعمل ارش اسمه ارش اوف اورت. يبقى اسمه ديستندنج اورت. لو انتم معايا لحظات صحيين بقدر اسال سؤال. لو عندي ده قلب اي واحد فينا عامل كده. القلب ده بيطلع منه شريان اسمه اسندنج. يكاد يبقى مين؟ ارش. يبقى مين؟ ديستندنج. الديسندنج لما يعدي في الحجاب الحاجز يوصل الارض يبقى اسمه ايه؟ ابدومينال. يبقى ده الارض اللي ليها بطن يعني، ده الاورطه قصته كده. قال الاورطه بتاعنا ده بدا على انهي ناحيه من العمود الفقري؟ الديسندنج على الليفت سايد. وينزل في الليفت سايد كده وبعد كده يجي الميدل لاين ويخش الارض. ده اسمه ايه الاورطه ده؟ ديسندنج. يبقى الديسندنج اورطه لما تيجي تفتح من قدام. شوف يا سيدي. طلع لاند والارض ارميهم. تخش جوه خالص تلاقي مين؟ عمود فقري. على الليفت سايد بدات اورطة تجيب نيرز جنب اي كولم جنب الفرتبرا كولم حتى السرحان. يبقى لما اجي اسال سؤال، لو ده الفرتبرا كولم بتاع واحد فينا ومحدش يسرح نيرز، ده الفرتبرا كولم بتاعي. لو جيت قلت معاكم ادي عمود الفقر، ادي فرتبرا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. الاورطه بتاعنا يا ولاد مش كده، ده على الاحياء، ده الاورطه بدا من هنا. بدا من اي ناحيه يا ولاد؟ على الليفت سايد. الاورطه لازم كده. وماشي جنب العمود الفقري. تطلع منه برانش تخش الانتركوستال سبيس. من كام لكام بقى يا ولاد؟ من نمره 3 لغايه نمره 11. ويطلع كمان منه برانش يمشي تحت الراس رجل تسمى سابكوستال. يبقى كل البوستيم انتركوستال ارتر من 3 ل 11 بعد اول اثنين واللي يمشي تحت اللفت ريب يبقى اسمهم يا ولاد بوستيم انتركوستال. دي من انهي اورتا لو ما كده؟ من السندنج اورتا. الاخير اسمه ساركوستال عشان بيمشي تحت انهي ريب يا ولاد؟ اللفت ريب. ما فيش انتركوستال سبيس. يبقى انا بسال سؤال، جاي مين البوستيم انتركوستال ارتر اللي الناس الصافيه؟ يعني الاورتا اسمه الاورتا الهارت اللي اسمه ايه؟ السندنج. بيدينا الرايت تو ليفت. رايت بوستيريور انتركوستال وليفت ايه يا ولاد؟ بوستيريور كل ما عدت في سبيس. بس هو اساسا على اي ناحيه بدايته؟ على الليفت سايد محل السرحان. في بين هتسمع عنه النهارده اسمه ازايكوس. الازايكوس بين ده ماشي كده على الرايت سايد بتاع الفرتبرا كول. حلو قوي. في انبوبه سمعتوا عنها ايام ما خدنا البريست اسمها سوباسيك داكت. بتبقى مليانه سائل اسمه لينك طولها 45 سم من العرفات ماشيه جنبهم هنا. في نفس الوقت في انبوبه بتجيب الاكل من فوق لتحت اسمها الانبوبه دي بصوبي لازقه كده. انا عايز اقول ايه بقى؟ عايز اقول ان المصير انتركوستال ارتس اللي راح اليمين عشان توصل لليمين لازم تمشي ورا مين؟ ورا مين بقى لما كده؟ تمشي ورا الاسوبيس عشان تروح من الاورطه لليمين، وتمشي ورا التكت اللي اسمها ثوراسيك ورا الدين اللي ما نعرفوش اللي اسمه اداني. اي حاجه مش عاجباك ما تحفظهاش دلوقتي، كل ده هتعرف في المنهج تاني. لو في الرسمة اللي أنا رسمها دي سألتكم سؤال بس محدش يعرف يجاوب بقى فيه. لو سألت سؤال كده للطلبة الصحيين اللي عندي ده أولاد فاهمين؟ قالوا ده ديسندنج أورتا. الله بصوا كده. فين الديسندنج أورتا لو حد السرحان؟ أهو مين الأصفر اللي نازل ده يبقى مين؟ أسرحان. ومين البين اللي موجود هنا ده؟ أزايوس. ومين اللي موجود في تشين اسمها؟ سباساتيك تشين. أنا نسيت أرسم تاكت هنا، كان المفروض أرسم تاكت اسمها سراسة. لو الأورتا ده نازل كده يبقى الرايت بوستيريور انتركوستال ارت رايت 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 وهم في طريقهم عشان يروحوا يمشوا ورا مين لو مع كده؟ ورا الازايكوس ده
اسمها سمباسات كتير ورا العصب الجنسي اللي نازل بالقلب، وكمان ورا الضغط المفروض تبقى اسمها ثوراسيك ضغط. يبقى لما اجي اسال سؤال عندنا في بوستيريور انتركوستال ارك، سؤال صعب جدا في الناس اساسيه. البوستيريور انتركوستال ارك من 3 ل 11 والساب كوستال دي من الاول، يعني السؤال الصعب جاي، مين اطول الرايت بوستيريور ولا الليفت بوستيريور؟ بقى انا بقول طب يا دكتور على الليفت سايد، يبقى يطلع من الرينج يخش السبيس بتاعه على طول، انما بتوع الرايت لازم يعملوا ايه؟ لازم يعدوا ورا 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 عشان يوصلوا للسبيس ويخشوه. يبقى لما اجي اسال سؤال البوسين تركوستا ارتس اليمين اطول ولا الشمال اطول؟ لو اكيد انا اكيد اليمين اطول، مش كده ليه؟ لان الاورطه على انهي ناحيه؟ على اللفت سايد. فعشان يدي برينجات لازم تعدي ورا وكذا وكذا وتروح للسبيس بتاعه ورا الاسوفجس اللي هو المريء ورا تشيز ماكس بسات كتير ورا تاكس بعضنا يعرفها اسمها ثوراسيك تاكتا نسيتها ورا كمان مين الايكوس ورا مين الايكوس ده بوستيريور تاكوستا اللي جاي بقى ده الاسكيب عندنا اول وثاني بوستيريور تاكوستا ارتيجي منين؟ محدش سرحان الرسمه دي ما ارجعش تاني بالنور بس محدش يبقى سرحان جاي منين اول واحد وثاني واحد بقى بصوا الرسمه دي لو محدش سرحان اسالكم سؤال الراجل ده واقف معايا الراجل فين ولاد لو بصيتوا عليه كده؟ فين قدامه وفين ورا؟ كده ايه قدامه؟ وكده ايه ورا؟ ما هوش هو يعني هو حتى مناخيره كبيره شويه شبه واحد ايه؟ مناخيره مع بعض. صفى الله فين ورا؟ العقل قدام دي تبقى عقل فيه يا ولاد استوى. ده طلع الاولاني وده طلع الثاني وده الثالث والرابع السبيس ده سبيس اول انتركوستال سبيس وده اين سبيس الثاني والثالث وهكذا اسمع بقى كويس لو ده قدام فالارك ده انا عندي هنا ده انهي ارك ليه سبكليني ده الفيرست بارت مالناش دعوه بيه يبقى مين البارت اللي هنا ده السهل هيطلع منه برانش البرانش ده بيرجع لورا البرانش ده اسمه ايه؟ اسمه كوستو سيرفايكال ترانك اسمه ايه؟ كوستو سيرفايكال ترانك اسمه ايه؟ كوستو سيرفايكال ترانك لو انت مخكم نظيف ليه سميته كوستو؟ عشان جاي برايف السورس وليه سيرفايكال؟ عشان هيثبت في الارض كمان كوستو سيرفايكال ترانك بيرجع ورا فوق اللانج كده لغايه النيك بتاعت الفيرست ريب وهنا يتقسم الاثنين واحد يروح للاب بتاعته في سنه ثانيه واحد يخش قدام النيك بتاعت الفيرست ريب يدينا اول بوستيريور وثاني بوستيريور يبقى اول بوستيريور وثاني بوستيريور يعني للارت ده اسمه سوبيريور ده اسمه سوبيريور انتركوستال ارت السوبيريور انتركوستال ارت السوبيريور ده اول بوستيريور وثاني بوستيريور طب مين الترانك ده اسمه كوستو سيرفايكال ترانك جاي من انهي بارت من السكليه يعني تصحى سنه كده يبقى انا بسالك سؤال البوستيريور انتركوستال ارت جايين منين لو عندنا صافي بقى يعني انت مع بعض قالوا من 3 ل 11 والسكوستا ده اول تعامل على جنب ارقام ونمره 1 و2 بوستيريور فارس ايه بتكتب بارت بوستيريور انتركوستا الداني منين؟ من سوبير الانتركوستا كانت فيها استات وستات وكده في كده شبه بعض انما هو اللي لازم يكون تحت ده اسمه سوبير الانتركوستا ادانا اول بوستيريور وثاني بوستيريور طب السوبير الانتركوستا ده جاي من حاجه اسمها كوستو سرفايكال ترانك اسمه ايه؟ كوستو سرفايكال اسمه ايه؟ كوستو يعني صدري سرفايكال يعني رقبتي وترانك قصير وبعدين كده ماشي الى الورا اسمه ايه؟ كوستو سرفايكال اسال سؤال في الرسمه دي فين قدامه فين ورا في الرسمه دي كده؟ قال انتوا فين سابتيليجيان ارك لو عندكم دم وضمير؟ قال سابتيليجيان واللي راجع منه الورا ده اسمه ايه؟ كوستو سرفايكال وادانا كام ريتش لو عندكم ضمير اثنين اللي روح للقلب ده اسمه ديب سرفايكال في السنه الثانيه ان شاء الله اما اللي داخل تحت ده اسمه سوبيرو انتركوست طب سوبيرو انتركوست ده دخل من ورا انت برانش والتاني البرانشين اللي سواهم قدام اول بصيرو وثاني بصيرو انت ما ذكرت اربع ايدي كده بقى واقرب الحته دي الانتركوستال ارتس في كل سبيس عددهم كام واحد؟ ثلاثه اثنين ايه واحد ايه؟ اثنين انتيرو وواحد بصيرو الانتيرو موجودين في كل السبيس انا لا عارف 11 مش موجود ولا ساكوست وبالتالي جايين منين؟ يا انترنال ميموري يا ماسكولو فريم انترنال ميموري وماسكولو فريم من اول واحد لسته جايين من الانترنال ميموري ارتر وبعد كده الثامن والتاسع والعاشر من الماسكولو فريم حلو قوي طب بصوا انت القصه الارتر جايين منين؟ قالوا نمره واحد واثنين سوبيريور انتركوستا الترانك اسمه ايه؟ كوستو سيرفايكال اسمه ايه؟ كوستو سيرفايكال اسمه الدم مباح
ان انا اكتب بالاصل مين؟ صوما ما همناش قبل اللي انتبه ممري ارض. يبقى الصفحه اللي جايه دي لما نقلبها هنلاقي عندنا سؤال اسمه ديسكرايب انترنال ميموري ارض. يبقى ده سؤال ريتم. كان في الملحق اللي فات مباشره في 9 اللي فات ده سؤالهم الريتم كان ديسكرايب انترنال ميموري ارض. لان ميموري ارض اللي جالس نتائج انترنال ثلاثة. يبقى ليه كام قصه يا ولاد؟ اثنين يا ميموري يا ثلاثة. طبعا انتوا قاعدين مصححين في المحاضره ده برانش من مين؟ من الفيرست بارت والسبكليبيا. يطلع من الفيرست بارت بتاع السبكليبيا اللي تقص السبكليبيا كمان اني بارت سكند ده فيرست بارت اسمه الارت اللي اشرحه ده انتهى امام الارض. الناس اللي بتدبرها صافي ومركزه. لو سالتكم سؤال الرسمه دي خرافيه بقى فين انتهى امام الارض فين السبكليبيا الارض فين القصه بتاعتنا؟ على الله وجنبنا. عندنا طبعا يا ولاد الناس الصحيين العظمه دي تتعرض مين؟ الزر. تمام. لو انا نزلت ده كده وسالتكم سؤال وقفت كده معايا. العظمه اللي بالعرض دي تتعرض مين؟ كلافك. مين الارض ده سميته؟ صحيح. ده انهي بارت وده انهي بارت وده انهي بارت؟ فيرست وسكند وسر. ده انفير يا رب. الفيرست بارت الثالث هندي برانش اسمه انترنال ميمري. يطلع منه اعلى من الكلافك ال 200 سم والا يذكر كتير. يبقى الفيرست بارت هيدينا برانش اسمه البرانش ده ولاد انتهى ميموري ارت. الانتهى ميموري ارت 3 ده برانش من الفيرست بارت. اعلى من الكلافك ال 200 سم 200 سم. الارتري دوت ينزل يمشي ورا الكلافك ويمشي ورا الكوستال كاركس والانتر كوستال سبيسز لغايه انهي سبيس؟ سادس سبيس. طب لما يجي عند سادس سبيس يتقسم لكام برانش؟ اثنين. سوبيريور ايديجاتري وماسكولو فريم. هسالكم سؤال صعب جدا. فين الانتاج الممري ارت في الرسمه دي؟ هو ده ولا هو ده ولا هو ده ولا هو ده؟ هو ده ما شاء الله. قال طيب وهذا الانتاج الممري ارت وصل لانهي سبيس؟ سادس سبيس. ما ده الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. لما يوصل للسادس يتقسم لكام واحد؟ اثنين. طب انت بتقول صح هو مش ورا الطلوع ولا قدام الطلوع؟ وراه والعضلات اللي بينهم اللي اسمها انتر كوستال ماسل. هو مش صدر جوه اسمه انترنال ميموري او انترنال ثوراسيك. المسافه اللي بينه وبين الاسترنال دي قد ايه؟ سنتي ونص. قال لك في كتب بتقول سنتي في ناس بتقول سنتي ونص ما بس هو فرضين. اقرا وتديها في قلب واحد. واحد بيموت بيفايروس وتديله عايز تديله خنقه في قلبه. هديها له هنا كده في سده. قال لك وانت داخل قرب من الاسترنال او ما تبقاش. ليه قرب من الاسترنال او ما تبقاش؟ افرض ربنا كتب له يعيش على ايديك. مش كده لا ما تقطعوش الارتري مش كده لا ممكن احيانا بيتكسر ونعمل كل حاجه عشان صح ما يعيش ولا يموت يعني فبنعمل كل حاجه المسائل ده بتكسر تدلو وبنعمل كل حاجه انما سيدك هتدي حقن الدوبامين لو تسمعوا حاجه اسمها دوبامين ماده مرشطه برتقاليه بتديها في قلب العيان مباشره وهو كده بيفيص ايام الاخيره فلو جينا مع بعض بيموت الموت الاخيره يعني فانا في داخل ايه وانت داخل بالابره في صدره تخش فين بقى لما كده؟ ما تبعدش عن الاسترنال قوي جنب الاسترنال قوي دي جنب الاسترنال قوي واحد من الاسباب في سبب تاني هتعرفوا لما ناخد اللم واحد من الاسباب ان في ارتري جنبها اسمه ايه؟ الانترنال ميموري يبقى وانت بتذاكر في كتابه الانترنال ميموري ارتري بينه وبين الاسترنال قد ايه؟ سنتي ونص مش وانت بتقرا كده ايه الارقام اللي بيكتبوها لنا دي يا عم؟ لا ده طب مكتوب صراحه يبقى الانترنال ميموري ارتري هو لازم فوق لتحت بينه وبين الاسترنال قد ايه يا ولاد؟ سنتي ونص يوصل لاي سبيس؟ سادس سبيس بقسمه لكام برانش يا ولاد؟ اثنين مين البرانشين دول لو ما كده؟ اللي هم عباره عن سوبيريور ايبيجاستري وماسكولو فريم اسمهم ايه برانشين؟ سوبيريور ايبيجاستري وماسكولو فريم اسمهم ايه برانشين؟ سوبيريور ايبيجاستري وماسكولو فريم اسمهم ايه برانشين؟ ماسكولو فريم وسوبيريور ايبيجاستري اسمهم ايه برانشين؟ سوبيريور ايبيجاستري اصل المصورة اللي بتشوفها بره يقول لك انت مين شرب الدم امام الارض بعد يسيب لك فراغين وتلاقي كلام جايب من جوه في الامتحان ده مش فين انت فاكس طبعا لما تبص على الفاكس سيلف اساس انت تلاقي اساس الاسئله انت تبقى محافظ هو انتهى ازاي اتقسم بكام برانش؟ اثنين. اسالكم بقى سؤال صعب جدا للطلبه فين؟ ايه الانتيريور ريليشن بتاعته؟ هو علاج المصدر تحت مين كوستال والفيست اللي اسمها انتر كوستال فيست مش محتاجه ذكاء صراحه الخطوط الخضراء دي تتفضل نور سنه ما كتابها ما كتبهاش
لما تاخدوا الانتر كوستال نيرف في محاضره بكره او بعد او اليوم الجاي اللي هي الاسبوع ده، الانتر كوستال نيرف دوت لازم ده بيتنصر وخليه تفضل عشان يبقى انتر كوستال نيرف يتعدي يتعدي قدامه. يبقى لما تاخد النيرف هتلاقي مكتوب ان النيرف بيتعدي قدام الارتري، والنهارده في الارتري مش مكتوبين، وقدام اي واحد فينا لما بيذاكر النيرف يقول لك اكتبها ولا ما اكتبهاش؟ اه تكتبها طبعا. يبقى الارتري طول ما ماشي معديه قدامه نيرفس، مين النيرفس اللي معديه قدامه دي اسمها انتر كوستال نيرفس، اسمها ايه؟ انتر كوستال نيرفس. نهايات الانتر كوستال نيرف لما هننزل في الانتر كوستال نيرف في المحاضره اللي جايه ان شاء الله هلاقي ان هو بيعدي قدام الارتري. يبقى عارف انتيرو ريليشن بتاع الارض ليه؟ بيقول لي انتيرو ريليشن بتاع الارض يبقى معلم قوي قوي قوي. مين انتيرو ريليشن بتاع الارض؟ استعمل الارض لما كده قالوا قدامه كوستر جارد والانتر كوستر سبيس والانتر كوستر مين اللي ورا؟ البلورا. مش السورس ده متبطل من جوه بالبلورا اسمها برايتا بلور. لو حد فينا ذاكر محاضرة امبارح سمعت عن عضلة اسمها ستيرنوكوستال تطلع العضله دي بالسيرم وتبقى خمسه كوستر كار. لو دي السيرم بتاعها اللي جاي ده مش هتنسى السيرم واقفه كده شديت ايه العضله كده اسمها سيرم كوستيس. هلاقي الارض اللي ماشي جنب اللي هي السيرم كده والسيرم كوستيس واقفه وراها والبرونا متلطفين. يبقى عايز تسال مين يغطي الارض اللي من ورا؟ مين موصل الريليشن؟ سمع كتاب مين اللي سيرم كوستيس؟ لما يفتحوكم الصوره الصوره فوق الاسبوع ده لو فتحوها لو خلصوا الارض او الاسبوع الجاي هتلاقوا يرجعوا هنقطع العظم كده ونقطعه كده ونقطعه كده ونعمل السورس كده. لو شفتوا بالشراحه ازاي هتلاقي مين العضله اللي لازقه جوه السيرك وبينها وبين الكارتري ماشي ارض. مين الارض ده؟ انت امام الارض. هفرجكم الصوره اللي فهمها يبقى معلم قوي قوي قوي. النظره طبعا مش هيفهمها لو اسال سؤال كده. المنظر بتاع ده ولاد محدش سرحان اسمع كويس قد ما نقدر. الصوره دي كده اللي يقدر يقول لي ده مين؟ دي يبقى معلم تلت على النجوم. الصوره دي يا اولاد كل الطلبه الصحيين يقولوا لي بقى بص الله الصوره دي طبعا لوحدها والله والله طبعا لوحدها. بص كده بس الاقيها وادوس عليها هي فين؟ هي الصوره دي والله بس انا عايز ادور عليها اهي. الله الله الصوره الله. طب بص على السنه منين بقى؟ من ورا. والنبي الدنيا حاله في الطلبه كل طب فلاقينهم مع بعض. انا بص من ورا بص على السنة من ورا. مين الستيرنوكوستالس؟ ادي الستيرنوكوستالس. كل العضله دي اسمها ستيرنوكوستالس. فين عضله الاسترنو؟ ادي عضله الاسترنو. مين الانترنال ميموري ارض لو عندكم دم وضمير؟ ادي الارض. مين قدامه مين وراه لو بتفهموا بقى لما كده؟ قدامه مين؟ الكوستال كارت من المصر. ومين العضله اللي وراه؟ ستيرنوكوستالس. بصوا اللي مرسوم ده بقى لو بتفهموا تبقى سهل. الارض اللي هو بيتحرك بتو بين شايفينه؟ اهو مودي واحد على يمين ومين شمال مين ده الولاد ده ليه اهما؟ الاكتر اهو بتلاقي باين كده الاكتر فين انتوا بين شايفينه بالظبط؟ لو بصيتوا كده معايا ما حدش بص تاني الاكتر على الدم وانتوا بين لما نيجي في ثالث سبيس يتحدوا ويبقوا سنجل بين يمشي على انهي ناحيه منه؟ على الميديان سايد. البين ده اسمه انترنال ميموري بين. طب البنت اللي جنبه دي بيسموها فينا كوميت. الكوميت معاه في الكورس ماشيين جنبه كده اتحدوا عملوا سنجل بين. الاقرى عندي الارتري او الار ارتري في الاقرى كنا بنقول جنب الارتري في تو فينا كوميت هنا موجودين هم. الكتاب فيه نقطه اللي طلع نقطه في الكتاب دي يبقى معلم قوي قوي او تاخد نوم كده وتفتح الكتاب. ايه نقطه الكتاب دي؟ فوق. الناس اللي صافيه وعندها دم وضمير وكلهم معاهم. البرايمري ارتري بيجينز. البيجينز ان ذا ليك. على برانش من انهي بار؟ فيرست بار بتاع الصافيه. الديسيند بهايند الارض 6 كوستر كارت والانتر كوستر ماسك. يبقى مين اللي قدامه؟ قدامه الكوستر كارت والانتر كوستر ماسك. ومين بيعدي قدامه كمان لو صافيين؟ التابت الانتر كوستر نيرفز. طيب. بصوا الكلام اللي مكتوب في الغلط ده بقى لو فضلتوا استنتجوه. بيلو السيرت كوستال كارتج اكمبل وان بريد باي وان بين لارج انتكسمنت سايد. هات بيلو ولا اباب بقى لو ما كده؟ اباب. يبقى اباب تاني كوستال كارتج هيبقى ماشي معاه وان بين مش بيلو اباب. يبقى هو جابه فين واحد؟ في اي حته في اللور بارت ولا الابر بارت لو ما كده؟ ابر. يبقى بالتالي نشطب كلمه بيلو ونخليها كلمه ايه ولاد؟ اباب. يبقى اباب تاني كوستال كارتج معاه بين مش على اي ناحيه منه على ميديا سايد بس على مين البين ده؟ انترنال ميموري بين او انترنال سورس بين كلمه هو مش الارض اللي عندي ده سميته الارض اللي هنا ده سميته انترنال ميموري ارض. عايز واحد فينا يقول لي كده بسهوله جدا بيجيني وايه؟
وانتهت فين؟ وبرنش لمين؟ وريليشن كانت انت تقول لنا برنش من انهي بار؟ من فيرست بار وسبتريت كده. وانتهى عند انهي فيز؟ سيرس انتركوستال فيز كده. منه بالسترنا قد ايه اولاد لو كان كده؟ 1.5 سم خلصنا. هو نزل من فوق لتحت مين قدامه؟ الكوستال كار والانتركوستال ماسل ونهايات الانتركوستال نيرف. قال طب ومين يبقى وراه بقى؟ قال عضله اسمها سترنا كوستالس الدكتور قال الدكتور لما تخرج كله جوه. ارجع اسال سؤال الاركن دوت اكمل في تو فينز بيتاخدوا على ثلاث سبيس يعملوا سنجل فين يمشي ميديا ليه في الابر بارت اسمه الفين دوت انترنال ميموري الكلام ده وصل ولا مش ولا قاتل برانشات زي المكان. طبعا الناس اللي قاعده صح يعني حد فينا يقدر يقول برانشات الارك ده ولا ما تقدروش تقولوا برانشات؟ قالوا فكل ما عدى على سبيس ادانا سنين انتيرو انتركوستا مش كده برضه لا لكل سبيس ادينا مين وايه؟ اثنين انتيرو انتركوستا فحد استرحان نهائي. لو مركزين معايا بيت ونشوف مع بعض كده. لو جاب من 100 بيت ومع كده استنى. لو جيت السنه بتاعتي وسالت كده مين ده؟ فيرست وسكند وثيرد وفورث وفيفث وسكس كده وسيفنث ريب والثامن والتاسع والاخر. تعالى نشوف انتوا عرفتوا تقولوا ايه قبل ما تضربوا. السنه بتيجي من الارض لفوق اهو. الدنيا الدنيا ميموري اهو نازل من فوق لتحت. الدنيا ميموري ارت دوت نص بجد تاني اثنين سبعين سادس سبيس الدنيا واحد والتانيين دول. سمير اللي هتفرقوا هتفرقوا لو انتوا عايزين صحيين كل ما بيعدوا في سبيس دي لاتنين انتيم انتركوستا الارت. اتنين انتيم انتركوستا الارت. كل سبيس دي مين؟ اتنين انتيم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. معرفش ليه ازاي كده مش كده لا يبقى ده انتيرو انتركوستا ارت في كل البيز من واحد لجانب ست. طب مين اللي بيكمل بداله بعد كده؟ الماسكول فريم. طيب لو حد فينا عرف بريست او مامري جانب او معرفش بريست ست كان بره هنا الاقي الستير مامري ارت ماشي جوه بتطلع منه بريتش تخرج من العضلات وتقوم بريست كان اسمه بيرفوريتنج. البرفوريتنج بريتش بيرفوريتنج كان فوق تخيل ان ايدي جيبس يبقى الالم ده الكمان مامري ارت الريبس بينهم عضلات اسمها انتركوستا ماسك. كل ما الارض يعدي عن السبيس يدي برانش يخرج من العضلات ويطلع لبره اسمه البرانش اللي بيعمل كده بيرفوريتنج. البرفوريتنج برانش موجوده في السته سبيس بس البرفوريتنج بتاع تاني سبيس وتالت سبيس ورابع سبيس لارج في الفيميل عشان بيصبلي ميديا الفرق بتاع مين ومين في الفريز انما اذروايز اي برفوريتنج هو بيصبلي العضلات والفاشل يبقى انا هاكل كوم ده محدش هيفهم. الانترنال ميموري ارت في كل سبيس ادى ثلاثه برانش لو فضلت تقولهم يكون معدي من الاول اثنين انتيرو انتركوستا وان برفوريت اثنين ايه انتيرو وان برفوريت اثنين انتيرو وان ايه برفوريت يبقى كل سبيس هيدينا كام برانش يا ولاد؟ اثنين ثلاثه ثلاثه اثنين انتيرو انتركوستا واحد يخرج اثنين انتيرو انتركوستا واحد ايه يخرج البرفوريت بيخرج من جوه لبره العضلات والفشات تروح يدي كده البريكين انما لو العضلات انما لو نيجي في الفينيل قال البرفوريتنج في السبيس الثاني والسبيس الثالث والرابع كبروا شويه وراحوا صبايا كمان سبريستر ميموري بلاند كنا ذاكرين يبقى ايه البرانشات اللي اداها لنا؟ اداها تشيل انتركوستا وبرفريت اللي جت هتبقى كويس قوي. الارك بتاع الاولاد ليه برانش اسمه بريكاردياكو فريني كل واحد منهم في التاخد اسمه اولاد بريكاردياكو فريني اسمه بريكاردياكو فريني اسمه اولاد بريكاردياكو فريني اسمه دكاتره المستقبل بريكاردياكو فريني اسمه دكاتره بريكاردياكو فريني اسمه اولاد بريكاردياكو فريني. يبقى انا لسه هحطكم سؤال بس ما حدش يبقى سرحان الرسمه دي يا اولاد ما حدش سرحان نبص عليها كده. الرسمه دي بقى رسمه خرافيه جدا جدا جدا. الارض طبعا مكبرها ليه قد ما اقدر كده انا اللي عاملها الرسمه دي بصوا ولاد كده معايا اللي عندنا هنا ده الله الله الرسمه الله ده ولاد اللي في النص ده الارض بالبريكار. حد فينا يقدر يقول لي مين الارض ده ومين الارض ده ولا مين ده ساكريديا اللي نازل منه ده برانش اسمه انترنال ميموري وده مين انترنال ميموري مش بيكمله طبعا الانترنال ميموري يطلع منه برانش يمشي جنب الفرينك نيرف الاصفر ده الفرينك نيرف ويعدي على البريكارد ومنتهي في الديافرام يديله بلاد سبلاي. البرانش دوت اسمه بريكاردياكو فرينيك اسمه ايه؟ بريكاردياكو فرينيك. لو خدت كتاب الدكتور كل واحد له كتاب بريكاردياكو فرينيك ده سبلاي بريكارديا ده بريكارديا ده غلاف على القلب وبتسبب غلاف بلورا الغلاف اللي على الرئه
وصلي كمان زي البريم بصلي ترى حاجة تانية في الكتاب نبتدي من البريتشز بريكاردياكو فريم اسمه ايه بريكاردياكو فريم اسمه ايه بريكاردياكو فريم بريكاردياكو فريم ارتري كلمة بريكاردياكو جاي كلمة بريكارد وفريم جاي كلمة ديفريم جاب الهاتف بريكاردياكو فريم ارتري بيباس داون مع الفريم اتنين تو سبلاي مين ومين ومين البريكارد بالاسم والديفريم اسمه وزياده كمان البلورا اللي عجبين في البلورا انا عايز اسال سؤال وانا مكسوف والله فين صحيح الارض في الرسمه دي شايفينه كده ولا لا فين البريكارد جنب الهارت اللي عندنا صحيحين ادي بريكارد طبعا النصفر ده يمثل نافورين النافل النافل ده بريكارد طب مين الارض اللي ماشي جنبه ده اسمه بريكارديات وفينك لما تخش المشرحه وهتشوف المنظر غريب جدا الارض دي نفسه بريكارد فريك ده بيبانش انما البنز اللي تبقى محوطه البنز الارض ده بتبقى باين يعني اول ما تبص هتتشرح لما تشوف الفريني هتلاقي جنبه حاجات زرقاء مش كامله لا بتتشرح في زرقاء ليه اللي لازقه جنب الفريني البنز اللي مع الارض اللي اسمه دايما في بريكارديكو فريني ارض هيبقى معاه بنز اسمه بريكارديكو فريني بين الارض بيبقى شفاف لونه فاتح كده ما بيبانش انما مين ده هيبقى باين قوي البنز اللي ماشيه وبالتالي انا بعرف اسال سؤال ايه برانشات الانتر ميموري ارض لو عندكم ضم ضمير قولوا لنا كده وايه يبقى حد فينا صح يقدر يقول ايه ده ايه الانتر ميموري ارض احنا كده نقول مع بعض الان انتيرو انتركوستال ارتريز اتنين في كل سبيس وقدامها برفوريتنج في كل سبيس ايه معنى برفوريت هيخرج يخرج منين لمنين من جوه البارت لو دي ايدي ريكس يبقى ده ارتري انتوا البرفوريتنج تعمل ايه لو كده تخرج 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 لبارت تخرج عشان تصدعي الشيست وورم كده وتصدعي كمان البريست في الجنين بتاع البيس التاني والتالت والرابع طب يطلع منه برانش عند التالت من فوق اسمه بريكاردياكو فرينك اسمه ايه؟ بريكاردياكو لو انا من الناس المعلمين بريكاردياكو ليه؟ عشان بدي البريكارد وفرينك ليه؟ بدي ده فرينك وبالمره ده مين كمان موجوده البلورا بس في هذا الكلام الارض اللي بعد كده اتقسم لكام برانش اثنين في الترم اللي هم مين ومين؟ سوفيروس اللي جاب سيف اللي جاب هتسمع لغايه ما تموت لما تبقى دكتور هتسمعه تاني سنه ثالثه تبقى ساعتها بقى انت لما يقول لك عليه تقول ما قررناش لا انا بقيت ضاع بيك انت عرفت بقى القصة كانت الارض ده اتنين اللي نزل اسمه سوبيرو ايليات هنا هنا في جدار البطن كده في عضلة بتبقى موجودة اسمها ريكتس ابدومينس لو حد قرا البريست بيبقى نايم عليها ولو حد قرا الليف بتاع البريست كان بيودي لهنا هنا بتبقى في عضلة واقفة كده اسمها سيكس ليكس عند الناس بتوع العضلات دول ده اللي العضلة عاملة كده اسمها ايه العضلة دي ايوه بالظبط كده اسمها ايه ريكتس انت ما فيش عضلة اصلا اسمها ايه ريكتس ابدومينس الريكتس ابدومينس بتتقسم لحتت كده جوه الشيس اسمه ريكتر شيس اسمه ايه ريكتر شيس طب انت عارف تقول الكلام ده ليه؟ السوبيري بيجاستريك ينزل من فوق لتحت يمشي ورا الريكتس ابدومينس ما بتقدرش تحسبها عشان ما تشبطش الدول لغايه الليفل بتاع الصوره يقابل مين اللي جاي دوت انتيرو ابيجاستريك انتيرو ابيجاستريك والسوبيري ابيجاستريك بيبقوا ماشيين مع بعض ورا العضله الغريبه اللي اسمها ريكتس ابدومينس جوه شيس اسمه ريكتس شيس يعني شبه بني ادم تلاقي في الحته دي في عضله واقفه اسمها ريكتس ابدومينس شيلها تلاقي دول طيب دول ماشيين ورا العضله جوه الشيس هيب قوي اللي نازل ده سوبيرو ايبيجاتريك طب اللي راجع ده اسمه ايه؟ انفيرو ايبيجاتريك ده من الارتري اسمه اكسترنال ايليك الاكسترنال ايليك ده ارتري في الابدومن يخش اللور لمب يبقى اسمه فيمورال فين اللور لمب في الرسمه دي حته من اللور ودي صوره البني ادم طب الارتري اللي هنا ده في اللور اسمه فيمورال حتى كده ذاك القبر كان الساب كيلينيان ارتري لما يروح القبر يبقى اسمه ايه؟ اكسيلا الساب كيلينيان يبقى اسمه ايه؟ اكسيلا في اللور في بارت هنا ارتري اسمه اكسترنال ايليك لو راح اللور يبقى اسمه فيمورال يبقى اسمه ايه؟ فيمورال يبقى اسمه ايه؟ فيمورال يبقى اسمه ايه؟ فيمورال اللي هتقال بقى ده سؤال السوبيرو اللي بيجسر جاي من الانسان امامك قبل الانتيرو بيجسر كان جاي من الاكسترنال ايليك هعمله مع بعض انسموز يا سؤال بقى الشطار هذا انسموز انسموز بين ارترز الابر وارترز اللور يلا جاوب مش كمل ازاي يعتبر انسموز بين ارتر الابر وارتر اللور انا دكتور مش الصابيرين يعني احنا اجزاري يبقى احنا بنتكلم في الابر طب والاكسنا ايه كان افيمورال يبقى بنتكلم في اللور طب سوبيري دي جاستر كامل مين انتيرو دي والله ما كنت سنه سته الكلام ده مش كمل لا ولو طلع في سنه سته ممكن تتنطط عليه دي كمان يبقى لو جينا قلنا مع ايه الاكسترا ايه يا كارت اللي حطوا لنا في الزلقه ده؟ وايه الكيلو اللي جاب في كارت ده ومش عايز يقرا؟
هتلاقي وراها الصغير اللي بيجف اللي قبل مين الكبير اللي بيجف يتقابلوا جوه شيس اسمه ريكتر شيس يعملوا مع بعض ايه اولاد انسموز هذا الانسموز يا ترى الانسموز بتجي مين ومين اولاد ارتلز القمر ليه ارتلز القمر ما تنسى الصوره لما تبقى في بيت المعلومه بتثبت يبقى لما تسال سؤال ليه هو الانسموز من ارتلز القمر ولا انا اصل الانسان ما نعملي من الساركليبيا والساركليبيا ده من اسمه اكزيلري اما الانتيرو اللي بيجسد الارض دي الاكسترنالية والاكسترنالية اللي داخل دور اسمه فيمورا وهي صعبة كده يبقى ده السموك بتوين مين ويطبع اقرب لغر جوه شيس اسمه الشيس ده ريكتر شيس البرنش التاني ده اسمه ماسكولوفرينيك الماسكولوفرينيك من الواقع اسمه هسابلايك ديفرام والعضلات بيدينا انتيرو التركوستال سبيس بتاع اني سبيس بقى لو كده السابع والثامن والدافع يبقى لو اسال سؤال بس عارف انكم مش هجاوب الارض اللي قدام ده اسمه ايه يا اولاد انت انا ما بعرف حصل فينا بيقول لي جاي منين فيرس بارت فاكرين والدافع الارض دوت في سيرفيس انتركوستال سي اسالكم كام برانش ولا كده اثنين اللي هو مين ومين سوبيرور اللي جاسي وماسكروبين الحمد لله يا رب الارض ده هو نازل من فوق لتحت مين قدامه ومين وراه ده قدامه كوستر كارت اسمه انتر كوست ونهايات النرفات اللي اسمها انتر كوست انا طب مين اللي واقف وراه الستر كوستيرس والايه يا جماعه والبلوره اللي بطل السورس مين اللي على جنابه على توبيز اللي تحت في ثالث سبيس عمل وان بيت مبني دلاله في الابر بارت والبيت ده هيبقى اسمه انترنال ميموري بين اسمه ليه؟ انترنال ميموري بين انا الارض دي عايزه برانشيت هيدي مين؟ في كل سبيس الثلاثين انتير وانا بنفوريت ارمي يا عم وادانا كمان بريكارديان وفرين ارمي يا عم وادانا سوبيرو اللي جاب تلك مصر طرفها هتحسبوا تعرفوا برانشين تاني بيدي الاسترنم نيوترينت برانش ويدي البريكارديان دايركت برانش يبقى هو لازم من فوق لتحت كده يلاقي جنبه الاسترنم وحتى الرسمة الكتاب اللي انا كنت بفرجكم عليها من شوية لو حد استرخيت قوي وباصص كده هيلاقي في حاجة غريبة جدا بتحصل لو انا عملت كده معاكم وسالتكم سؤال وشفت انتوا ذكائكم بيحكم ايه؟ اقرا ولاد الرسمه ديت بتاع بصوا الرسمه ديت الله على الرسمه دي الله على الرسمه ديت الله على الرسمه ديت الله عليها بصوا المنظر بصوا الارض العمالي نازل من فوق ده شايفين البرانشات اللي طالعه منه دي شايفين البرانشات الغلابه دي انا عارف انكم محتاجين نظاره شايفين البرانشات ديت البرانشات دي راح تدي ايه بقى لما كده نيوترال الاسترنال اسمه استرنال برانش يبقى في برانش بتطلع منه تطلع عرض كبير يا ولاد الاسترنال وكمان دي برانشات تروح للبريكارديا مباشره فبيبقى زياده عن برانشات الكتاب مش مهم انا مش عارف تزود بس انا بقول مره كده في دايركت برانش بتاع عرض كبير يا ولاد الاسترنال وكمان لمين البريكارديا ومين كمان البريكارديا لو انا حد سالتكم سؤال وانتم مش هتعرفوا تجاوبوا عليه اسمه الارض ده اسمه التاني. انا تحت مبدا سوبر مهمنا عشقا يبقى لازم في بيتنا اقعد اكتب بايدي سؤال ديسكرايب انترنال ميموري ارك مش فارق كتبت ايه وما كتبتش ايه عشان محدش يجاوبك لازم تجيب امتحان اس دي لو مفيش قال اس جه في الامتحان ما قلناش علينا مهمنا عشقا يبقى لك الحق مش كده وستيل وده مش هتعيني انا لان احنا قسم ملتزم مش كده لا عارفين ان امتحانكم متضايقين لو جينا مع بعض يبقى عندي سؤال بيت اسمه describe internal memory artery ولن يعلم شيء ان الخمس دقايق اقعد اسمعه بعد تذاكره مره وبرشمه لو عايز اهوات البرشام وكل اللي بصبع ايدي كده وكانت بيبقى صغير قوي كده في الطرحه عاملين وكمان هنا الحاجات الكويسه دي ما تقولش يعني ربنا غفور رحيم ان شاء الله بعد كده اولاد عندنا بينت اسمها انت فوزت بينت ان انا طب التحصيل هتسقي البيت بنية هتتسقي انتركوستال بين الأكتير مش مهمين البصير مهمين تعالوا نسمع مع بعض من دول ما نسمع في بيت اسمها أكتير انتركوستال بين وفي بيت اسمها بيت أكتير انتركوستال بين بنبدأ بيت الأكتير والبيت يا ولاد البصير هنسمع كويس أوحد بس أكتير انتركوستال بين ماشى جنب الأرض جنب الأرض الأحمر ترجع بيت طبعا في طلبه متخلفه وطلبه مش طالبه تعالوا نتعامل مع المتخلفين سنه كده نقول ايه؟ كل واحد فينا كان عندي انتيريور انتركوستال ارت راحه كده لما ترجع الارت راحه كده تعمل ارتيريوز وكابيلز لازم يرجع بدلهم ايه ولا بينز يعني في طالب ياخدني على جنب يسالني هل بينز دي جايه منين؟ مش انت في ارت الجواد ده يبقى لازم في بينز ترجع انا هجيبهم جيبه ولا
فيبقى اي ار 3 عكس في دي القصه ماشيه كده. بل ان دي اللي بتبقى اصلا ضوحه جثه لان لونها ازرق، فالواحد بيشوف البنز اكتر ما بيشوف الارض بصراحه. فتاني يبقى لما اجي اقول في كل سبيس في انتير انترجوسا الارض صراحه ترجع بدل بينز اسمها ولاد انتير انترجوسا بينز يفتحوا في مين؟ لو حد فينا قال لي فاكر فين يبقى زي سولو. على بص يا دكتور، مين الارض ده كان اسمه ماستروفين، ومين الارض اللي هنا ده اسمه انترنامر. يبقى البنت اللي بترجع تودي يا اما للماستروفين يا اما مين انترنامر. والانتنا ميموري دوت او ده يبقى البين اسمه بريك يوسيفايك. اسمه ايه ولاد؟ بريك يوسيفايك. اسمه ايه؟ بريك يوسيفايك. اسمه بريك يوسيفايك. كلنا 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 شاطر ومش شاطر جسم. لما شرحنا الكاتب الدم اللي راجع من الهيد انتريك يقابل السبكليد اللي هو امتداد الاجزيره اللي جايه الدم القبر يعملوا بين اسمه بريك يوسيفايك. بريك جاي من كلمه مين؟ بريك. وكيف انا جاي من ايه؟ دماغي. فبالتالي كلنا عندنا كده، كل اللي قاعدين قدامي. لو شرحت اي واحد فيهم اولاد هتلاقي منظر عامل كده، محدش سرحان. واللي هقوله دوت اللي هيسرح فيه يبقى غلطان، لان هنحتاجه كتير قوي المخططين بايه دول. لو درس بني ادم ودي رقبه البني ادم وادي جسم البني ادم وادي رجل وادي رجل وادي دراع وادي دراع، اسال بقى سؤال. الدم اللي جاي من هنا ده جاي من مخك وده جاي من رأس دراعك وعملوا بين، والبين ده جاي من مخك وده جاي من دراعك وعملوا بين. اسميه البين ده واسميه البين ده لو صحي بقى، ده اسميه وده اسميه بريك يوسيفالي. اسمه ايه؟ بريك يوسيفالي. بريك يو بريك يو بريك يو بريك يو اه. وكيفالي جاي من ايه؟ من مخك. اسمه البين ده بريك يوسيفالي. في السبعينات كانوا بيسموه النومينيت. ليه النومينيت اللي ما يتسماش؟ مش تفضل انت ممكن تقابل واحد يقول له شفت اللي ما يتسماش عمل ايه؟ مش تفضل لا ده اللي ما يتسماش، مش تفضل لا ده اتسمى خلاص بقى اسمه ايه؟ بريكس فالي. فكلمه النومينيت دي من التاريخ القديم 1820 ايام قبل ما يوكا في مصر اسمها ايه يا ولاد؟ النومينيت 1930 لما مشي 1000 هو جه مصر انت لما يوكا 1798 ومشي 1801 بعد احتلال البين ده اسمه جاي من فوق واللي جاي من القمر يعملوا بين اسمه بريكس فالي. جاي من فوق وجاي من القمر يعملوا بين اسمه بريكس. كم بريكس فالي بين اولاد اثنين؟ واحد يمين وواحد شمال. البريكس فالي ده والبريكس فالي ده هيتاخدوا مع بعض ويعملوا وريد خطوط الابتدائيه اسمه سوبيريور بين الجابا اللي بيروح تحت الرايت كده اسمه ايه؟ سوبيريور جابا. احنا بنتكلم ما بنسمعش دلوقتي الموضوع مهم. يبقى تاني البين اللي جاب راسي هقابل بين رقبتي دراعك يعملوا حاجه اسمها بريك سبالي. فين بريك سبالي في الفورد هنا؟ فين بريك سبالي؟ ده الامين بريك سبالي وده الامين بريك سبالي ده الامين بريك سبالي وده الامين بريك سبالي. اللي عملوا ده الامين مع بعض اللي هي سوبير وجراكا كتبت في الكتاب اللي قدامنا. اي واحد فينا يبص بقى فين بريك سبالي وبريك سبالي فين سوبير وجراكا اللي عملوا ده الضمير بريك سبالك وبريك سبالك وعملوا مين؟ سوبير بنكا. كاتبين على بريك سبالك اللي ما يتسماش اتنومينيت اللي هو البريك سبالك اسمه ايه؟ اتنومينيت يعني مالوش نيم مالوش نيم بس هو طبعا قالوا اسم دلوقتي الكلام ده من 1970 اسمه ايه ولاد؟ بريك سبالك. اسمه ايه؟ عندي بريك سبالك يمين وبريك سبالك شمال. مكسوف بسالكم سؤال عشان تشجعوا. يبقى انا عندي هنا كده في بريك سبالك وبريك سبالك يعملوا مين البين اللي نازل ده؟ سوبير بنكا. الطلبه اللي فهموا دي اللي انتر ميموري بين اللي راجع هنا او انتر ميموري بين هنا بعد ما يجيب الدم بتاع الانتيلو انتركوسا بي يفتح في بريك سبالك وده يفتح في مين ولا في البريك سبالك. هنا في كتابنا وانيت اللي جاب ده ولا كل واحد صح ده معايا تفتيش شديد جدا 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 طلب شطار. الانتيلو انتركوسا بي دي اكمباني الاركوس اكمباني المشين جابوه دي ايه في الماسكول فينيك بين وفي الانتر ميموري بين. مين يديك في الماسكول فينيك ومين يديك في الانتر ميموري بين؟ قالوا اللي تحت السبعة والثامنة والتاسعة فالماسكول فينيك يا دكتور مش محتاجة ذكاء قليلين في مين؟ في الانتر ميموري مش كده برضه ولا لا؟ ده طبعا اسكيب. طيب الانتر ميموري بين دوت ده
اسمه ايه؟ بريك سبايك، تبقى الانوريت هو مين اولاد؟ البريك سبايك. طبعا الانتيريور تركوستال فين شيء مهم، انما البوستيريور تركوستال فين ده ملهاش حق. برشام برشام، انا عارف ان اغلبنا ما بنذكرش. فالبوستيريور انتركوستال فين تعطيك 11 يمين و11 شمال، وتحت النص ريت اسمه ساركوستال وساركوستال، يبقى عندك 12 فين هنا و12 فين هنا. ال 12 اللي هنا اسمهم 11 بوستيريور تركوستال والاخير اسمه ساركوستال، 11 بوستيريور والاخير اسمه ولاد ساركوستال. والناس برجاء اللي عنده اي مشكله في مخه ينساها لحظه. فلما نيجي مع بعض عندنا فين عددهم كام واحد يا ولاد؟ 11 و11 وساركوستال اللي هم بوستيريور. طبعا اللي عندها دم وضمير وقربنا يستمتع بذلك اسال سؤال. لو انا عندي ارتري جاي من ورا قدام كده اسمه بوستيريور تركوستال وبوستيريور انتركوستال ارت، ارت ده طول ما ماشي عمال دي كروف ضيعة كده ارتيلورز وكارينز تعمل بنيولز يرجع بدلهم فين؟ يبقى ارتيلوراري وبدله غير راجع. يبقى كل انتركوستال فيس في ارت جاي من ورا قدام اسمه بوستيريور انتركوستال ارت. طب مين يرد الورا لورا؟ بوستيريور انتركوستال فيس. يبقى لما تخلص اي انتركوستال فيس عندي هتلاقي فيه ايه بقى لو عندكم دم وضمير؟ بوستيريور انتركوستال ارت ارجع بدله. عشان السؤال يعني بتساله على جنب مش كده بقى، ما في ارتي رايح يبقى بداله مين يا ولاد؟ غير ليه؟ عندك كام بوستيريور انتركوستال فين؟ 11 يمين و11 شمال، وتحت اللاست ليفت اسمه ايه؟ ساركوستال يمين وساركوستال. هنا بقى في رسمه الكتاب، فين الريبينز دي مرسومه في رسمه الكتاب؟ الخطوط السوداء اللي رسمتها لك دي الله ينور عليك، كده وكده. الناس اللي سامعه بقى معايا كويس بس عايز بس تسكيل جدا. انا منين؟ الوالد الاجوى في الصوت ده
هيطلع منه بين اسمه أزايدوس يخرم الذهب فاتوا الروح السبيل وبين كافة. البين ده اسمه أوليال أزايدوس. الأزايدوس بين حصل إيه بقى؟ عندنا تاني مستير وتالت مستير ورابع مستير. التاني والتالت والرابع بيعملوا بين اسمه السبيل والإنترفستال بين. الليفت يروح لمين أوليال؟ الليفت بريتش سبالي والرايت تروح لمين أزايدوس. عايز أسأل سؤال. كل واحد منهم في الكتاب. تاني وتالت ورابع. التاني والتالت مش بيهم عليك عشان انا همشي بصعيد. التاني وليه بكره فاضل خالص. التاني والتالت والرابع. التاني والتالت والرابع هيتاخدوا ويعملوا بيت اسمه البيت ده هناك فكره عظيمه النهارده في البيت. سوبيرور انتركوستال حاجه وبوستيرور انتركوستال حاجه ثانيه. خلي ايدك العظيمه تكتب بره. تاني بوستيرور وتالت بوستيرور ورابع بوستيرور هيتاخدوا ويعملوا حاجه اسمها سوبيرور. والسوبيرور الشمال اللي يروح للبريت اسمالي والسوبيرور اليمين يروح للأزايدوس هو جاب القرش كده اسمه قرش الأزايدوس. يبقى عندك السوبيرور بتاع الناحيتين شايفينهم ولا لا؟ السوبيرور واقف فين بقى لما كده؟ السوبيرور. يبقى مين عمل السوبيرور الصحيح يا ولاد؟ السوبيرور تاني والرابع التحت البوستيرور والبوستيرور والبوستيرور عامل واحد اسمه ولاد السوبيرور. والسوبيرور اليمين واقف فين والسوبيرور الشمال واقف فين بقى لما كده؟